السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى رحيل السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الأسبق. ونستضيف في هذا الحوار رفيق الدرب ورفيق النضال للسيد عبد العزيز الحكيم طيب الله ثراه سماحة الشيخ محمد تقي المولى عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. رحب بك سماحة الشيخ. مرحبا بكم. يا أهلا وسهلا سماحة الشيخ. إذا نبتدي من مرحلة السبعينات والثمانينات والتسعينات ونتساءل أكثر عن هذه الشخصية العراقية المهمة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم. أهلا. شكرا جزيلا. سماحة السيد عبد العزيز الحكيم هو أصغر أولاد الإمام الحكيم مرجع الطائفة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم. كان 10 أولاد كلهم من أهل العلم والتقوى وأهل الحوزة، وأصغرهم هو السيد عبد العزيز الحكيم. السيد عبد العزيز أنا عشت معه من بداية شبابي وشبابي، أول ما تعممنا في 64 دخلنا الحوزة العلمية للدراسة، وبقينا في استمراريتنا في الدرس. كان أكو هناك فد شبه الجامعة الدورة الدينية بتوصية من الإمام الحكيم أسست، وكنا ندرس فيها. الأساتذة المهمين كانوا يدرسون في هذه المدرسة، ونحن كنا أيضا طلاب في هذه المدرسة، سماحة السيد عبد العزيز الحكيم والداعي. وبعد ما درسنا هناك بالاصطلاح إلى الصف السادس أكملنا، ثم انتقلنا إلى الحوزة العلمية الحرة بالاصطلاح. ذا كان بها امتحانات، كان بها دوام صباحي وترتيبات وغياب وحضور وغير ذلك. دوام يومي. نعم. هنا درسنا بالاصطلاح الكتاب الوصول، رسائل عند آية الله السيد محمود الهاشمي رحمه الله، ودرسنا كذلك الفقه المكاسب عند آية الله العظمى السيد محمد حسين الحكيم وعند السيد عبد المجيد الحكيم رحمة الله عليهما. فسماحة السيد عبد العزيز كان معروف بجده ونشاطه في الحوزة العلمية وذكائه، كان شخصية مثابرة في موضع العلم. في نفس الوقت كان رجلا اجتماعيا خدوما يخدم طلاب الحوزة العلمية في هذا في السبعينات، كان يخدم طلاب الحوزة العلمية كل من عنده حاجة، مثلا عند المرجعية أو عنده حاجة مالية وغير ذلك، كان يبادر سماحة السيد عبد العزيز الحكيم لقضاء حوائج الطلبة. كان مهتم كثيرا بقضاء حوائج الطلاب، في نفس الوقت كان اجتماعيا ويسعى أن يجتمع مع الخطباء، مع العلماء، مع الشخصيات العلمية. حتى في الليالي كان أحيانا يأخذني، نذهب إلى بالاصطلاح البراني كان يسموه مجالس العلماء بيت بحر العلوم
بيت الحكيم سيد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه. هذه كلها فترة السبعينات؟ هذا في منتصف السبعينات تقريبا. فكان سيد عبد العزيز يعني شخص نشط جدا ويقضي وقته بين الاجتماعيات وزيارة العلماء والاستماع والتعلم من عندهم وبين الحوزة العلمية الدرس دراسته واهتماماته. وكان أيضا له علاقة قوية مع آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، كان هم يحضر درسه، وفي نفس الوقت كان من المعتمدين عنده في كثير من القضايا الحوزوية والاجتماعية وغير ذلك، كان يحضر و يقوم بحل بعض المشكلات وغير ذلك. بنفس الوقت سمحت الشيخ، لاحظ بشخصية السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه، على الرغم من التزام الحوزوي مع الإمام الحكيم ومع السيد الشهيد الصدر، أكو دور سياسي، فبأي طريقة تمكن سماحة السيد عبد العزيز من الجمع ما بين الشخصية الحوزوية الدينية الاجتماعية والشخصية السياسية؟ ومثل ما نعرف الشخصيتين لها أدوار ومهام. رغم أن اهتماماته كبيرة في الحوزة العلمية والدرس والحضور البحث عند العلماء وعند آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر شهيد الصدر، كان أيضا يهتم في الجانب السياسي، باعتبار أن آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم كان له اهتمامات كبيرة بهذا المضمار. سيد عبد العزيز الحكيم وسيد مهدي أيضا كانوا مهتمين بقضايا السياسية وموضوع إيجاد نخبة صالحة وتغيير النظام إلى النظام الأحسن. سيد مهدي الحكيم عندما كان في زمن أواخر أيام الإمام الحكيم له خطاب في الصحن الشريف، كان إعداد هذا الشيء من قبل سيد الشهيد الصدر سيد عبد الباقر الصدر، وسيد مهدي هو اللي يلقي هذا الخطاب، وكان وراء هذا الموضوع أيضا سيد عبد الباقر الحكيم أيضا مع السيد الشهيد الصدر وسيد عبد العزيز. هذا معناه سمعت الشيخ أنه هذا الدور الجهادي ضد الطاغية صدام وضد النظام السابق بدأ من داخل العراق قبل الهجرة وذهاب قبل الهجرة كان دور مهم لسيد عبد العزيز لإنقاذ الطلبة عندما يكون هناك من قبل الطاغية ممارسات ضدهم أو إلقاء القبض وغير ذلك، كان يهتم سيد عبد العزيز لإنقاذهم، وكان يهتم كثيرا بإعطاء هذا الفكر الصحيح ومحاربة النظام السياسي بهذه الكيفية. كان يقوم كثيرا بهذا الدور سماحة السيد عبد العزيز. عام 1900 رضوان الله تعالى عليه، عام 1980 انتقل السيد عبد العزيز إلى المهجر. أي نعم، هو يعني نحن قمنا في الدور لإنقاذ بعض الأشخاص. شكلتم في التشكيل في سوريا؟ نعم، كان عندنا أول مرة في إنقاذ بعض الأشخاص اللي عليهم بعض إلقاء القبض ومحاربة النظام، والنظام كان يحاربهم. فسمحت السيد عبد العزيز رحمة الله عليه والداعي، قمنا بإنقاذ هؤلاء وإخراجهم إلى خارج العراق أن ننقذهم، وقمنا بإنقاذ بعض الطلبة من براثن النظام.
حتى لا يقعوا من خلال تواجدكم بالخارج أم أنه بالداخل؟ لا، بعدنا في داخل العراق. داخل العراق. وثم بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر أيضا تحرك سماحة السيد عبد العزيز وخرج من العراق في الثمانينات، بداية الثمانينات، إلى سوريا، والتحقت به في سوريا. هنا صار تشكيل حركة المجاهدين العراقيين. نعم، وذهبت إلى سوريا والتقينا وفكرنا في إيجاد حركة كمسلحة وعاملة لمحاربة النظام اسمها حركة المجاهدين العراقيين. في سوريا أسسناها، معنا سماحة السيد محمد الحيدري، وقمنا بإيجاد مقرات على الحدود بين العراق وسوريا، وسطرنا عمليات جدا مهمة ضد النظام، من ضرب القطارات إلى إيجاد عمليات استشهادية في بغداد، ضرب وزارة الداخلية ووزارة التخطيط وبعض الوزارات الأخرى والحشد الشعبي. سماحة السيد عبد العزيز كان لولبا وكان هو المخطط الكبير لهذه العملية. شو الصعوبات اللي واجهتوها كأعضاء تأسيس بهذه الحركة؟ ما ذكرت حضرتك هذه الحركة لها أعمال قوية بالداخل العراقي. أعمال جدا مهمة قمنا بها، وطبعا كنا نحتاج إلى المال، كنا نحتاج إلى وتعرضوا بالمقابل لضغوطات. نعم، إلى التأييدات، وكان أكو ضغوطات كبيرة، ونظام البعث وصدام المجرم كانوا أقوياء آنذاك. مع ذلك ما كان يثنينا، بس عملنا وبقينا أن نعمل، وسطرنا عمليات جدا مهمة، وأسسنا من خلال الحركة نخبة من المجاهدين من الشباب، دربناهم وعلمناهم على السلاح وفنون القتال، وأخذناهم بعد ذلك إلى إيران، باعتبار كان أكو بداية حرب بين الجمهورية الإسلامية ونظام حزب البعث. بهذا الوقت تأسس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي؟ لا، بعدما تأسس. فنحن نقلنا قوة ضاربة من هؤلاء، وعملوا في الحدود في بعض المكانات، وأخذنا معسكرات بالإصطلاح، وشكلنا قوة. خلال هذه السنوات صار عندنا فت قوة ضاربة تعمل ضد النظام. العناصر اللي موجودين بهذه الحركة عراقيين من الداخل والتحقوا بيكم؟ نعم، موجودين من الخارج أساساً. من العراقيين اللي يهربون من الداخل ويلتحقون بنا. وصار عندنا قوة جيدة، وهذه القوة تدربوا وكان يقومون بتصدير العمليات. سماحة السيد عبد العزيز كان هو المخطط الكبير، ونحن كنا معه، أنا وسماحة السيد محمد الحيدري وكان بعض الأخوان الشباب موجودين معنا. قمنا بهذه العمليات، وأخذنا معسكرات في أرومية، وأخذنا معسكرات في على الحدود في مريوان، ومن هنا كنا على مطلين على قلعة دزة، وقمنا بأعمال كثيرة في هذه الفترات في كل هذه المناطق. نسأل عن دور السيد عبد العزيز الحكيم في تشكيل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. المجلس الأعلى صار تأسيسه في سنة 1982. قبلها أسس مكتب العراق. مكتب العراق كان أيضا سماعة السيد عبد العزيز له دور جدا مهم مع آية الله السيد محمد باقر الحكيم، وكان
هو مسؤول العلاقات مع الإيرانيين ومع العراقيين، التواصل، التواصل وإيصال الفكرة. مكتب العراق كان يمول كل المجاهدين العاملين ضد النظام من الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، حتى الكرد أخواننا الأكراد أيضا، الكل كانوا في مكتب العراق. مكتب العراق كان يقوم بتمويل الجميع ضد النظام البعثي، ضد صدام المجرم. وفي سنة 1982 صارت الفكرة تأسيس المجلس الأعلى. كان الفكرة أيضا بناتها سماحة آية الله سيد محمد باقر الحكيم وسماحة السيد عبد العزيز الحكيم، ومعه أيضا بعض الأخوة مثل السيد أكرم الحكيم وعلى نجف، وكان آخرين، وصار جمع الحركات الإسلامية، سماحة آية الله الشيخ العاصفي، سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي، سماحة آية الله السيد كاظم الحائري، وكان آخرين يعني من حزب الدعوة وآخرون من الأحزاب الأخرى، الكل اجتمعوا في المجلس الأعلى. المجلس الأعلى كان مظلة عاملة للجميع. طيب. ومن خلال هالمظلة كنا جميعا نعمل، وهناك في 1982 بشكل رسمي صار تأسيس وإعلان عن وحدة عسكرية مقاتلة أيد ضاربة للمجلس الأعلى، يعني تعبئة العراقيين أن يكونوا في هذا المضمار حتى يحاربوا النظام. أسسنا بعنوان التعبئة، بعنوان الوحدة العسكرية، وأخذنا نجمع العراقيين الذين يأتون من العراق ويتواجدون في المخيمات، روح نستقطبهم وندربهم، ثم يلتحقون بهذا العمل. طيب. وأسسنا أول فوج، فوج السيد الشهيد الصدر، مقاتلين ويعملون ضد النظام لمحاربة النظام. نكمل إن شاء الله بهذه التفاصيل المهمة والشواهد التاريخية بعد ما نروح إلى فاصل قصير أحبتنا المشاهدين، وبعدها نعود. رحب بكم مرة ثانية، وكذلك الرحب بسماحة الشيخ محمد التقي المولى، عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. سماحة الشيخ، أسلفنا قبل الفاصل بهذا التاريخ من الجهاد والنضال للسيد عبد العزيز الحكيم، ونتساءل عن دور مهم آخر للسيد عبد العزيز، وهو توحيد المعارضة العراقية بالخارج للوقوف بعدين أيضا بوجه الطاغية صدام. سماحة السيد عبد العزيز رحمه الله عليه كان لا يكل من العمل ولا يتعب، ليل نهار كان يعمل لصالح الإسلام ولخدمة الإسلام والعلماء والمرجعية. من حالات جهادية وتأسيس الحالة الجهادية وحركة المجاهدين وغير ذلك، ثم صار أيضا في المجلس الأعلى، صار مسؤول المكتب التنفيذي، وكان يهتم كثيرا لإنجاح هذا العمل، وعمل كثيرا، وكان عنده علاقات واسعة مع الإخوة الإيرانيين ومع العراقيين من خلال دورة بداية الثمانينات اللي ذكرت، وكل من يأتي أيضا، وكان مهتم كثير بهذه المسائل. سمعت سيد عبد العزيز كان لولبا في هذا المكان، ثم صار أيضا أن يعمل في مجلس الحكم، ودخل إلى مجلس الحكم، وبعد سقوط النظام أيضا كان هو اللولب، وكان هو
المحور راح نحكي هذه التفاصيل سمحت الشيخ. بس في نفس الوقت خلي نذكر أنه السيد عبد العزيز بعد استشهاد سيد محمد الباقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه هيئة الأسرة شهيد المحراب صار مهمته أثقل، مهمة كبيرة وعظيمة، فقام هو بوحدة المعارضة العراقية. مهمة هذه سمعت الشيخ رح نتطرق لها. مهمة قام بها هذا الثقل الكبير توحيد المعارضة العراقية. هذا الدور ابتدى من قبل عام 2003. اي نعم. كشواهد قبلها كشواهد جرامكم على مؤتمر لندن ومؤتمر بيروت. وقام بها. فأني أسأل عن هذا الدور بهذه الحكومة. ذهب إلى حقوق موضوع. أسس موضوع حقوق الإنسان. أسس وعمل كثيرا لإيجاد وفود من المسلمين الشيعة والسنة ومن المسيحيين ومن الكرد ومن الإيزيدية وغير ذلك، يأخذهم إلى جنيف ليبذلوا شهاداتهم ضد النظام. كان يقوم بأعمال كثيرة مهمة في توثيق كثير من القضايا ضد النظام، وفي نفس الوقت كان يبين مظلومية الشعب العراقي بوثائق بأسماء بأمور. ما يتكلم فقط عن مظلومية الشيعة، لا 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 لا، مظلومية كل طوائف الشعب العراقي. عمل سيد عبد العزيز لبيان مظلومية الشعب العراقي بشكل عام، مو فقط الشيعة، شيعة وسنة وأكراد، وكذلك المسيحيين والإيزيدية وكل من كان في العراق، كان يقوم ببيان مظلوميتهم. في نفس الوقت سيد عبد العزيز عمل كثيرا لكشف جرائم النظام. جرائم النظام أيضا يهتم لكشف جرائم صدام المجرم. بأي طريقة يكشفها؟ وشخصية متواجدة بالخارج، هذه الأدلة اللي يجمعها، هذه الأدلة اللي يجمعها واللي صار تأسيس مؤسسة حقوق الإنسان. فلما أسس مؤسسة لحقوق الإنسان وكان جناب الدكتور صاحب الحكيم في لندن أيضا مرتبط بهذا الشيء، فكان أكو هناك تسجيل هذه الوثائق وتعبيرها إلى مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بيان ظلم الطاغية وجرائم النظام المجرم وصدام المجرم اللي يقوم بهذه الأدوار. سيد عبد العزيز كان أول من قام بتأسيس مؤسسة حقوق الإنسان ويقوم بتوثيق هذه الأمور وإيصالها إلى العالم، إيصالها إلى لندن وإيصالها كذلك إلى جنيف وإلى سويسرا وغير ذلك. حتى في مؤتمر لندن يعني التاريخ يذكر أنه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم كان من الرافضين لتغيير النظام بقوة عسكرية. نعم. وأراد دور للأمم المتحدة في هذه القضية بالتحديد. أي. تحرير الشعب العراقي. نعم. من سلطة النظام. هو سماحة السيد عبد العزيز ذهب إلى مؤتمر لندن وكان هو أبرز الوجوه هناك في لندن، وصارت لقاءات أخرى ومؤتمرات، مؤتمر اللي صار في كردستان أيضا كذلك كان لولبا مهما سمعه سيد عبد العزيز. فعمل كثير سيد عبد العزيز في مؤتمرات عالمية ومؤتمرات مهمة في كردستان، في لندن، في أماكن أخرى. كان سيد عبد العزيز يقوم بدور جدا مهم لإبراز مظلومية الشعب العراقي. طيب. وظلم النظام. شنو سبب رفضه أن يكون التغيير بالطريقة العسكرية؟ الطريقة العسكرية هو كان يرى أنه إذا يصير عن طريق الطريقة العسكرية أو الأمريكان يعني ما يكون
الشعب العراقي في الدور مهم، ويخرج هذا عن من عندنا يروح إلى بيد الأمريكان، يكون احتلال، وهم الاحتلال والأمريكان هم يقومون، فكان رافض لذلك. سماحة آية الله حسين محمد باقر الحكيم رفض أن يكتب الدستور من قبل هؤلاء، قال دائما أنه الدستور لابد أن يكتب من قبل الشعب العراقي. آية الله العظمى السيد السيد الثاني حفظه الله أيضا كان رأيه الدستور يكتب من قبل العراقيين بقلم عراقي، مو من قبل الاحتلال، ولا نقبل الأمريكان هم يكتبون دستور للعراق. فهذا الشيء اللي كان، وسيد عبد العزيز كان له دور جدا مهم مع نصرة سيد محمد باقر الصدر، سيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، في موضوع الدستور وموضوع في مجلس الحكم وبعض القضايا الأخرى اللي صارت، كلها سيد عبد العزيز كان يدعو أنه يجب تغيير النظام من قبل الشعب العراقي. طيب، لا عن الطريقة العسكرية. طيب، وصلنا سمحت الشيخ إلى مرحلة مهمة، مرحلة ما بعد سقوط الطاغية صدام عام 2003، عودة السيد عبد العزيز الحكيم، هل كان للأمريكان دور بهذا الموضوع أو رعاية أميركية بعودة السيد عبد العزيز؟ لا لا لا، سيد عبد العزيز هو دخل إلى العراق، وهو سابقا أيضا كان مهيئ بعض المثابات في داخل العراق، ودخل إلى العراق واستمر بالعمل، وكان عنده أجنحة، وكان عنده أنصار الإخوان الأعزاء اللي موجودين معه، كنا موجودين نعمل مع سيد عبد العزيز لإيجاد نخبة قوية، والنظام سقط، ولكنه ما قبلنا أن يسقط النظام بطريقة عسكرية، ولا قبلنا أيضا أن الأمريكان يقومون بدور مهم من تأسيس حكومة عراقية أو مثلا حكومة الاحتلال وغير ذلك. هذا السيد عبد العزيز كان له دور جدا مهم في هذه الأمور أيضا. سمحت الشيخ، نكمل بهذا الدور، من لحظة سقوط النظام شنو كان أهم متبنيات السيد عبد العزيز؟ شنو اللي أراده لعراق ما بعد عام 2003؟ في زمن وجود آية الله العظمى الشهيد المحراب سيد محمد باقر وسيد عبد العزيز معه، كانا يعملان لأن يكون الأمريكان ما لهم ديك الدور المهم، وكان العمل كله أن يكون كل التغيير وتأسيس شيء جديد ونظام جديد بيد العراقيين، أن يكون العراقيون هم اللي يقومون بهذا الدور، وفعلا صار هذا الشيء. وكل ما حاولوا الأمريكان أن يؤسسوا حكومة احتلال ويقوموا بهذا الدور، صار رفض هذا الشيء، وكان سيد عبد العزيز إلى دور مهم في رفض هذه الأمور. كان رافض لوجود الحاكم الأمريكي بالعراق. نعم، الحاكم الأمريكي اللي جابوا أنه هذا خلوه قبل بريمر كذا، فرفض سيد عبد العزيز. وبريمر لمن إجا أيضا سيد عبد العزيز ما تعامل معاهم ديك التعامل اللي هم إلهم السطوة، وأن يكون كل الأمور بيدهم، كل الأمور خليه يصير بيد العراقيين. طيب، وصار العراقيون هم موجودين من العلماء، من الشخصيات، من السنة والشيعة والكرد، هم اللي يقومون بهذا الدور، وصار كتابة الدستور، وصار تصويت، عدة تصويتات صارت في فترة قصيرة، أقل من سنة
ثلاث مرات صار. صار من بداية تشكيل مجلس حكم. أي نعم. وللسيد عبد العزيز الحكيم نعم. دور الأكبر بهذا التشكيل. كثير هو اهتم وكان له دور مهم جدا، ولولا سيد عبد العزيز يجوز بعض القضايا كان الأمريكان يقدرون يفرضوها، ولكنه رفض كل هذه الأمور. سيد عبد العزيز قام بدور جدا مهم، أن الأمريكان ما لازم يكون لهم دور مهم في تأسيس وزراء وشخصيات، اختيار الشخصيات وحكومة وشخصيات كذا، ما كان يقبل هذا الشيء، خليه يصير أم المرجعية موجودة، وأم في نفس الوقت نحن العراقيون بيناتنا نتفق على كل هذه الأمور. كان يريد أن يكون الاختيار للشعب العراقي، أم أنه ولهذا صار ثلاث تصويتات في فترة قصيرة، كلها كانت لصالح إيجاد حكومة شعبية بالإصطلاح من قبل الشعب العراقي، وكتابة الدستور أيضا صار تصويت، وأيضا كان أنه إيجاد أيضا نوع النظام أيضا صار تصويت. طيب نكمل بهذا الدور سماحة الشيخ قبل هنروح إلى فاصل وبعدها نعود. رحب بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وكذلك رحب بسماحة الشيخ محمد التقي المولى الله يحفظكم. نتساءل سماحة الشيخ عن دور السيد عبد العزيز في توحيد البيت الشيعي، مثل ما نعرف مرجعيات مختلفة وأدوار مختلفة خصوصا بعد عام 2003. السيد عبد العزيز شنو الدور اللي لعبه بهذا المجال؟ اجى السيد عبد العزيز بعد استشهاد شهيد المحراب، الساحة كانت شبه مفككة، وكان الأحزاب يعني كل له نظريته ورأيه، حاول أن يجمع الأحزاب ويرضي الأحزاب، ودخل مدخل جدا مهم بين عاطفي وعقلي وفكري لجمع هؤلاء، واتفق مع المرجعيات الموجودة، واتفق مع كل الأطراف الموجودة. صار عندنا اجتماع كل الأحزاب والحركات الشيعية، كلهم ينصاعون إلى هذا الرأي. سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه هو يجمع الجميع ويعقد الاجتماعات، ويصير بين تصويت للبرلمان كل له كم من الحصة والسهمية، وإلى الأمور الأخرى إلى اللجان، كلها صارت شيئا فشيئا. سماحة السيد عبد العزيز هو اللي يطلب ولا يعارضه، والكل مرجعيات بالتالي كانت مرحبة بهذا الدور. مرجعيات أيضا تأييد المرجعية العليا آية الله العظمى السيد السيستاني كان مؤيدا كثيرا، وسماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم والمراجع الأخرى كانوا يؤيدون خطوات سيد عبد العزيز ويؤيدوه، ولهذا هو هم استمر ونجح في هذا الشيء، وصار أيضا من خلال هذه الاجتماعات تأسيس برلمان وأعضاء برلمان من كل حزب من كل جماعة كم يشاركون الحصص. سيد عبد العزيز اتوفق أن يقسمها بين الأحزاب الشيعية والحركات الشيعية. أرجع أسأل مرة ثانية، هل هذا الدور يقتصر فقط على البيت الشيعي أم أنه باتجاه وحدة العراق؟ هو كان عنده عملين، كان عنده هذا العمل لإيجاد للشيعة للبيت الشيعي هذا الدور في البرلمان، وفي نفس الوقت كان يعمل كثيرا لوحدة الأمة في العراق ولوحدة الشعب العراقي، وكان يحاول
لتواجد مع الأخوة الكرد وإرضائهم وحل مشكلاتهم، وكذلك مع الأخوة السنة. عدة اجتماعات صارت مع الأخوة السنة ومع الأخوة الكرد، غير ما كان موجود مستمر مع الشيعة مع المرجعية، والمرجعية كانت داعمة لحركات سيد عبد العزيز. المرجعيات الموجودة في النجف الأشرف كان يدعمون سماحة سيد عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو هم كان قائم لدوره السياسي، لدوره السياسي ولدوره الاجتماعي، وهو رجل كان أمين، يعني لا ينطق بشيء مخالف للمرجعية، كان أمينا في نقل ما موجود من المرجعية إلى الشعب، كان يقوم بهذه الأدوار، واستطاع أن ووفق أن يقوم بدور جدا مهم لتوحيد الشعب العراقي من جانب، وتوحيد الشيعة من جانب أخص. ذكرنا موقف السيد عبد العزيز الحكيم من التغيير بواسطة القوة العسكرية الأميركية، وصلنا هنا إذا مرحلة ما بعد عام 2003 وتشكيل البرلمان وأكو حكومة عراقية. أتساءل عن موقفه بهذه الفترة عن تواجد القوات الأجنبية في العراق، إلى اليوم نسمع هذا الموضوع وأكو رفض لتواجد القوات الأجنبية، فما هو موقف السيد عبد العزيز الحكيم بهذه الفترة بالتحديد؟ سيد عبد العزيز رحمة الله عليه كان أيضا يقول أن نحن نسعى لإخراج التحالف أو التحالف الدولي، القوات الأجنبية من العراق بالطرق السلمية. ما كان يميل إلى أن يكون بيننا وبينهم كفاح مسلح عسكري وطريقة عسكرية وضرب، ما كان يميل لهذا الشيء، ولكنه نسعى إلى إيجاد طرق، ونسعى كذلك إلى إخراجهم بالطرق السلمية. كان يسعى بهذا الاتجاه، وفعلا ذاك الوقت هو نجاح كبير في هذا المجال. كان دور بخروج القوات الأجنبية بعام أي نعم، هو باعتبار كان المخطط من البداية هو. شنو اللي أراد السيد عبد العزيز الحكيم للعراق في المستقبل؟ شنو اللي يتحقق اليوم من مخططات السيد عبد العزيز الحكيم للواقع اللي نعيشه اليوم؟ يعني السيد الشهيد الصدر والسيد عبد العزيز والسيد الشهيد المحراب عملوا كثيرا لإيجاد قواعد مهمة لعزة الشعب العراقي ولمجد الشعب العراقي ولتقوية المرجعية، وأن الناس يرجعون إلى المرجعية. سيد عبد العزيز أيضا كان في هذا التخطيط، وبقي يستمر بعد استشهاد شهيد المحراب، هو يستمر أن يكون هناك دور جدا مهم، أن الشعب العراقي هم يحكمون وليس الأجانب، ولا يسمح للاحتلال أن يكون هم دائما يتواجدون ويكون الحكم بيدهم، بل أنتم قمتوا بدور فانتهى دوركم، والآن التصويت لإيجاد نوعية الحكم ولمن يحكم من العراقيين ومن يأتي إلى البرلمان بالتصويت كلها بيد الشعب العراقي، هم العراقيون هم يقومون بهذا الدور. هذا كان سيد عبد العزيز يهتم به كثيرا، وما صار بالبدايات قبل البرلمان أيضا، أنه ديك الفترة اللي 100 عضو هذا، سيد عبد العزيز كان يهتم كثير أن يكون الدور لهؤلاء، أن يكون الحكم عراقي، الحرية للشعب العراقي، إنهاء تواجد القوات الأجنبية بالبلد، إنهاء حكمهم ويكون مختلف تسمياتها،
ويكون السياسة والتشكيلة وتشكيل حكومة عراقية بيد العراقيين. طيب. السياسات الحالية للحكومة الحالية هل هي ترجمة لما بدأ به السيد عبد العزيز الحكيم؟ لأنه الآن كل ما موجود تشوفه ذاك الوقت مثلا كيف صار عمل مهم لعقد برلمان من الشعب العراقي من وسط الشعب العراقي باختيار الأعضاء، وصار كذلك كتابة النظام الداخلي وتقوية الدستور والتصويت على الدستور بعد مناقشة الدستور وكتابتها من قبل المشاركين من الشعب العراقي وصار تصويت عليها. كل ذن الأشياء الآن تشوفها كلها ماشيين عليها إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا شنو الحاكم بين العراقيين جميعا؟ الدستور. شنو الحاكم بين كل العراقيين في بعض القوانين اللي سنت في ذاك الوقت؟ هذه المواقف عكسها من خلال ترأسه للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. نعم نعم. والمجلس الأعلى قام بدور مهم، صار كمظلة للشعب العراقي لجميع الشعب العراقي وإرجاع حقوقهم لهم وأن لا يسلب من قبل الاحتلال من قبل الأمريكان وغير ذلك، أن يكونوا هم الحاكمين وهم يحكمون شعبهم وهم يختارون حكومتهم ونوع الحكومة اختيارها كذلك من قبل الشعب العراقي. سيد عبد العزيز كان يهتم كثير بهذه الأمور. ممتاز. نوصل لمرحلة مهمة بحياة هذه الشخصية وهو الرحيل إلى الباري عز وجل رضوان الله تعالى عليه. هذا الرحيل شلون أثر بالمشهد السياسي العراقي وفي عموم الوضع بالعراق؟ يعني حقيقة السيد ما اقتصر فقط في الجانب السياسي. سيد عبد العزيز رحمة الله عليه أصيب بهذا المرض الخطير وكان يذهب ويتداوى ونفس اليوم أو اليوم الثاني يرجع إلى عمله، ما كان يترك الساحة على الرغم أن المرض استمر لسنوات، على الرغم استمرار المرض ومعاناته بس كان يواصل أعماله أيضا، ما ترك الساحة وما ترك أعماله وكان مواظب إلى أن هذه العجلة لابد أن تسير إلى الأمان، وكان يقوم بدور جدا مهم سيد عبد العزيز أثناء مرضه. أيضا لما اشتد المرض به كتب وأوصى كل هذه الأمور وأوصى أن لا يترك الأعمال وأن يكون دور مهم لسيد عمار والأخوة العلماء الموجودين اللي كانوا يعملون في المجلس الأعلى آنذاك. الكل أوصانا أن نستمر في هذا العمل وأن نواظب وأن لا نترك العمل ونبقى أمناء في هذا العمل. شنو المطلوب اليوم حتى نستمر بالسعي لتحقيق كل هذه؟ يعني حقيقة نحن اليوم والقواعد اللي أرسلها سيد عبد العزيز رحمة الله عليه أوصانا فيجب أن نمتثل، نقول أنه المجلس الأعلى وصية وأمانة في أعناقنا أن نسعى لخدمة الشعب العراقي. ما شنو أهداف المجلس الأعلى؟ خدمة الشعب العراقي، أن نخدم الشعب العراقي وأن نهتم في نفس الوقت أن لا يكون للاحتلال وأن لا يكون للقوات الأجنبية دور مهم في العراق، أن يكون يخرجوا والشعب العراقي بقوته وقدرته وشبابه قادر أن يدير نفسه. نحن لا نحتاج إلى قوات أخرى أجنبية خارج عن العراق. ثلاثة، أنه
العزة والكرامة، يجب أن نعمل لإيجاد العزة والكرامة للشعب العراقي، أن لا نكون أذلاء ولا نكون أيضا مستعطين من أحد. الشعب العراقي عنده خيرات كثيرة، العراق خيراته كثيرة، أنه نعمل جادين من أجل عزة هذا الشعب وكرامة هذا الشعب حتى نبقى أوفياء لقضيتنا ولشهدائنا ولشهيد المحراب ولسماحة السيد عبد العزيز الحكيم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ محمد تقي المولى عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وإن شاء الله شكرا لكم. نستمر الموجودين في تحقيق هذه الركائز والأهداف الهامة والقواعد اللي أرسى وأسس إلها سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وإمام الحكيم محسن الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليهم. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة والوقت سماحة الشيخ. شكرا لكم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. كذلك الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى على الخير والمحبة. في أمان الله.